إنها نقطة لا عودة. الشعب جائع، الاقتصاد منهار، الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية إلى تصاعد، أهلنا وأولادنا وأقاربنا وأصدقاؤنا منكوبون مشردون، يسكنهم الحزن واليأس والإحباط. في هذه اللحظة المصيرية لا يمكننا إلا الوقوف وقفة وطنية مشرفة إلى جانبهم. أريد أن أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم وتطلعاتهم بسبب صعوبة التحديات التي واجهتنا. لقد عملت جاهدة مع زملائي في مجلس الوزراء وبتوجيه من رئيس الحكومة الذي كان يتابع الملفات بأدق التفاصيل بحكمة وهدوء لتلبية المطالب الشعبية، لا سيما تلك التي رفعتها ثورة 17 تشرين، لكن التغيير بقي بعيد المنال. وبما أن الواقع لم يطابق الطموح الذي كنا نسعى إليه، وبعد هول الكارثة الناجمة عن زلزال بيروت الذي هز كيان الوطن وأدمى القلوب والعقول، وانحناء أمام أرواح الشهداء وآلام الجرحى والمفقودين والمشردين، وتجاوبا مع الإرادة الشعبية في التغيير، أتقدم باستقالتي من الحكومة متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن وسلوك طريق الوحدة والاستقرار والازدهار. عشتم وعاش لبنان. ما فينا أحكي بترجيكم نعم تبلا نعم حطيته بالصورة لرئيس الحكومة. شكرا. ما في تهرب، نحن مسؤولين لآخر لحظة ونحن نعتبر حالنا دائما بالخدمة.